شكرا جمان على هذا التقرير اللي بيعكس الروح المسؤولة والإيجابية للسكان في مناطق عمان الشرقية. تحياتي لهم كلهم وفي كل مكان في مملكتنا الحبيبة. هذه الفقرة نحن نحكي عن النباتات في فصل الشتاء. نباتات تتجمد زيها زي الكائنات زينا، يعني احنا متجمدين، نباتات متجمدين. فايز الكردي هذا الصباح معي وهي مهندسة زراعية، تحكي لنا كيف ممكن نحمي النباتات من التجمد بطريقة سهلة وبسيطة. أهلا فيك يا ميت. أهلا فيك يا ست. صباح الخيرات. الخير. صباح الخير إليك ولكل المشاهدين عم بيحضرونا اليوم. أهلا فيك يا حبيبتي. صباح الورد. هو فعلا النباتات مرات نحس إنه يعني حتى لو بتمسك الورقة فعلا بتحسها جليد. بالضبط، تجمدت. هلا نحن داخلين بفصل الشتاء، بيحكوا انه يوم السبت في منخفض، ما دام في منخفض نتوقع انه في تدني بدرجات الحراره، رح يصير في صقيع. من اليوم في انخفاض بالضبط، احتمال يكون في صقيع. هلا احنا ايش رح نعمل بالصقيع مع النباتات؟ هلا النباتات بحديقتنا نوعين، نباتات متساقطه الاوراق ونباتات دائمه الاوراق. صحيح. هلا النباتات متساقطه الاوراق احنا ما بنخاف منها بفصل الشتاء، زي مثلا شجر التفاح، الكرز، العناب والى اخره. اشياء اصلا بتهر الوراق بالضبط، احنا بتريح حالها. بالضبط. يعني اول لما فصل الورق الشتاء يهور معناته العصاره خلص وقفت في النبته، ما فيها حياه، ترجع بتبرعم على الربيع. بالضبط، على بدايه الربيع. هلا هاي النباتات متساقطه الاوراق احنا ما بنخاف منها بفترة الصقيع، أو لما يكون بالضبط ما بنخاف عليها خلال موجات الصقيع. تمام. احنا بنخاف اكثر على النباتات اللي بيكون في عليها ورق. أوكي. لانه لما يكون في ورق معناته النبتة لسه فيها بداية حياة. أوكي. ما وقفت العصارة فيها، لسه العصارة شغالة فيها. تمام. اكثر انواع النباتات اللي بتتضرر طبعا يكون انواع نباتات الزينة، لانه اوراقها مش كثير بتتساقط، فيها عصارة كمان. بالضبط، لسه النباتات بيكون في عليها اوراق. صح. فاوراقها ما بتتساقط. هلا اكثر انواع نباتات تضررا، نحكي كلها بتضرر، لكن في شيء بتضرر اكثر من شيء، مثلا زي المجنونة. الجاردينيا. الصبار والعصاريات، هدول الجاردينيا تذكرتها اللي فيها لها وردة بيضاء. ايوه، وردة بيضاء لها ريحتها حلوه. تمام. هلا هدول انواع النباتات من اكثر انواع النباتات اللي بتضرروا خلال فصل الشتاء وخلال فصل الصقيع، يعني بتكون موجات الصقيع عفوا. هدول اكثر انواع النباتات بتضرروا. هلا احنا كيف فينا نحمي نباتاتنا؟ هلا في كثير طرق، انه احنا مثلا عندي هاي النبته انا بدي ادير بالي عليها او احافظ بالاول عليها. ميس انا بدي اسالك سؤال، هو اذا اصلا صار للنبات عمليه تجمد او صقيع، هل يعني هل معنى هذا بتموت بتنتهي؟ هلا في هل معنى هيك انه خسرناها؟ بالضبط. هلا في انواع نباتات ممكن انها تموت كلها، في انواع نباتات انه لا جزء منها، وممكن في نباتات كمان جزء ينصاب وجزء ما ينصاب. مثلا في احيانا الخبيزه، في قبل كذا سنه اجى موجات صقيع، انصاب جزء منها وجزء ما انصاب منها. هلا حسب هي وين بيكون مكانها في الحديقه عندي. عرفتي؟ هلا ممكن مثلا انا عندي هاي العصاريه، هاي من الصباريات. بالضبط، عصاريات، ممكن هذا الجهه مكشوفه تنصاب بالصقيع، هذا الجهه ما ينصاب بالصقيع، في عندها دفى شويه. بالضبط. هلا في كثير طرق اني احافظ على نبتتي، احميها من التجمد، زي وقايه لها لما اعرف مثلا انه في موجات صقيع صارت قادمة. عندي بالضبط في اشياء كثير اني احميها. زي ايش؟ هلا اول شيء زمان كانوا يغطوا بالبلاستيك اللي هو النايلون العادي، يغطوا فيه النباتات. هلا هي طريقه كثير ممتازه اني انا اجيب هدول النايلون، يكون اهم شيء انه يكون مخزق عندي هذا النايلون. لازم يكون في ثقوب. بالضبط، يكون في ثقوب لحتى تسمح للنبته انها تتنفس. وببساطه هذا طبعا كثير بسيط. بالضبط، من اي مكان بنقدر نشتري كمان. يكون في ثقوب بقدر اغطي فيه نبتتي. لكن المشكله وين بهذا النايلون؟ انه مثلا انا اليوم عندي صقيع غطيت النبته فيه، هلا بعد يومين نفرض انه اجت طلعت الشمس عليه. هلا لما تطلع الشمس والنايلون هذا ما هو رح يصير فيه تبخر او تكثف بالبخار. ادعى عن هيك كمان انه النايلون رح يعطي حم زياده على النبته، فالنبته هيك رح تنحرق. فالناس اللي بغطوا في النايلون بدهم ينتبهوا انه في الايام اللي رح تيجي فيها الشمس اني انا لازم اكشف نبتتي لحتى ما احرقها من النايلون. فهي مشكله النايلون. بالضبط، يعني النايلون اوكي بيحمي لي النبته او بيؤدي الغرض انه انا احميها من الصقيع. بالضبط، بس اذا طلعت الشمس انا لازم اشيل النايلون عن نبتتي، لانه النايلون مجرد ما لانه احنا بنكون مغطينها بطريقه يعني بيكون كثير قريبه عليها. عرفتي؟ فاحنا لما تطلع الشمس احنا لازم نشيل النايلون عنها لحتى ما يسبب لي النايلون حروق للنبته. فاذا يعني الحل بموضوع النايلون انه نحن على طول لما تطلع الشمس نشيل.
بشيله. بالضبط نشيل النعناع. اذا نسيناه بصير في مشكله انه ممكن انه ممكن انها تنحرق لانه راح يصير في معدل تبخر عالي والشمس راح هيك بنخسرها برضه. بالضبط. هلا الحل الثاني اللي هو اسهل وافضل ممكن اخليه على نبتتي صيف شتاء اللي هي هاي القماشه صيف شتاء. بالضبط حتى بالصيف ممكن اخليها هاي القماشه اسمها زي اللباد. ايوه بالضبط اسمها قماشه جيو تكسل. جيو تكسل قماشه كثير خفيفه. جيو تكسل بالضبط. قماشه كثير خفيفه بقدر اغطي هدول بالمشاتل برضه بنلاقيهم. بالضبط بتلاقيها كمان بالمشاتل. هلا هاي القماشه جيو تكسل بتسمح للهواء اول شيء انه يدخل على النبته. بتسمح لأشعة الشمس إنها تدخلها. مزبوط. حتى كمان إنه إذا في شتاء أو أنا بدي أسقي كمان تسمح لها تقدري من فوق. بالضبط. فهي كتير أفضل من إني أنا أغطيها بلاستيك. بالنايلون. هلا لما نيجي نحن نغطي نبتتنا بهاي القماشة تمام. هلا أنا لما أغطي مش بس هيك أوكي. كيف لك هلا أنا لازم لما أغطي نربط القوار من تحت لحتى أنا ما أسمح لأي برد. بالضبط. ولا ما أعطي مجال حطينا الأحرام يعني. بالضبط ما أعطي مجال للبرد إنه يدخل عليه. فلازم أنا أربط القوار كتير منيح من تحت تمام. ولا سرسوب هواء. أيوة أبداً. بالضبط. ولا سرسوب هواء لحتى أسمح ل ما أسمح عفوا للهواء إنه يدخل لعندي جوا النبتة. وفعلا زي يعني زي ما أنت قلتي أنا حاسة إنه هذا إذا سقينا حتى برا من هون. بالضبط. الأمور ماشية يعني. يعني حتى لو ما إجا شتاء. هلا بالشتاء إحنا موضوع الري مش كتير بنهتم فيه في الحديقة الخارجية لأنه إحنا بنعتمد على مياه الأمطار. مياه الأمطار. بس لو نحكي إنه قعدنا أسبوعين ما إجا شتاء بقدر أسقيها من فوق ما هو رح يسمح للهواء والمي زي ما حكينا والشمس انها تدخل عليه طبعاً. وبنفس الوقت بيحميها من موجات الصقيع. هلا هذا القماش ممكن كمان اخليه على نبتتي بالصيف اذا انا مثلا اجت موجات شوب برضو حر زياده الشمس كانت كثير المؤذيه هاي ممكن كمان ممكن اني اغطيها رح يحميها من اشعه الشمس يعني رح يدخل عليها اشعه هذا صديق النباتات انا حسيته. بالضبط. هلا شو اسمه قلتي لي؟ جيوتكسل. جيوتكسل حلو. جيوتكسل طبعا هلا موجود في كل المشاتل كل مكان بيقدروا انهم يحصلوا عليه. رائع. طبعا كمان بيقول لي زميلنا المخرج جمعه انه اسمه المرش. المرش لا بالمشاتل شيء ثاني. لا شيء ثاني هذاك. المرش هذا اسمه جيوتكسل. جيوتكسل. هلا بدنا نحكي انه لو هاي النبته انصابت بالصقيع انا ما غطيتها ونبتتي هاي انصابت بالصقيع يعني نفرض انه مثلا هذا جزء منها انصاب بالصقيع راح يصير اول شيء راح تحسي مثلا انه نفرض انه هاي الورقه انصابت بالصقيع راح تحسي انه مثلا الورقه لما تمسكيها تنكسر. مش تنكسر بتحسيها كتير طريه زي مهريه من جوا ما فيها متختخة. ايوه زي ما بقولوا زي لما بنحط الملوخيه بالفريزر. بالضبط. يعني ما بتحسيها خصوصا انها عصاريه ما بتحسي ان الورقه مثلا قاسيه. عرفتي عصارتها لانه بتتجمد. ايوه بالضبط تجمدت ودابت فبتدوب فبتخرب الانسجه فانا يعني. مثلا نفرض انه هذا الجزء كان مصاب بالصقيع اوكي بيكون طبعا لونه غير عن باقي النبته شكله غير باجي بدي اقصه خلصت موجه الصقيع بدي انظف نبتتي من الاصابات اللي هي موجوده فيها فبدي اجي اقصه ما باجي بقص لنفرض انه الاصابه نلفها بس على الكاميرا مثلا نفرض انه الاصابه هون أوكي. ما باجي بقص بس من عند الاصابه بدي اقص من تحت الاصابه بقرب الكاميرا عليها عشان هيك بالزبط. تبين يعني نفرض انه هون هي الاصابه لحديت هون انا ما راح اقص من هون راح انزل لتحت شوي يا دوب كمان 3 4 سنتي اقص من تحت الاصابه لحتى اسمح لنموات جديده تطلع طبعا أوكي. لما يكون في عندي اصابه صقيع أوكي. وانا قصيت النبته بهذا الشكل مش غلط اني ارش نبتتي مبيد فطري خاص للعفن لحتى اذا فيها بعد اي اصابات او اي بكتيريا اقضي على هاي البكتيريا مبيد فطري خاص بالعفن. بالعفن يعني لما بدك تروح على المشتل عشان الناس ما بتعرف بس تتذكر انه بدهم مبيد حشري مبيد فطري فطري فطري, فطري خاص بالعفن. حشرات ما فيش بالشتاء اصلا لا حشرات لا لا مبيد فطري خاص بالعفن وارش نبتتي او ارش جميع النباتات لحتى احمي من اي اصابات يعني اذا فيها هاي النبته بعده ضايل شوي بكتيريا او فطريات انا على طول اقضي عليها وما يعني تزيد الاصابه عندي فموضوع تغطيه النباتات في فصل الشتاء وخصوصا خلال موجات الصقيع شيء كثير مهم اوكي هلا فكره ثانيه لسيداتنا انه اكثرنا بالبيت عندنا قواوير مجموعه قواوير صغيره فممكن اني اعمل فكره البيت البلاستيكي كلهم على بعض نجمعهم اجمع نباتات احطهم جوا كرتوني او جوا بوكس اجمع هاي النباتات فيها ممكن اغطيها بالنايلون بس زي ما حكينا بدهم ينتبهوا انه مجرد ما طلعت الشمس على طول النايلون بدنا نشيل نهويهم ونشيل او اني اغطيهم بالماده هاي اللي حكينا عنها
عنها اللي هي جيوتكسل نحفظ اسمها بالضبط جيوتكسل نغطيهم فيها. هاي مبدا الكرتونه مع القماش او جيوتكسل بيعمل نفس مبدا البيت البلاستيكي البلاستيكي بالضبط. هلا في بعض انواع النباتات انا ممكن اقدر ادخلها جوا البيت أوكي. بس اذا دخلنا هاي النباتات جوا البيت نعمل نهيئ لها نفس الجو اللي كانت فيه برا. يعني مثلا انا عندي سجاده او عندي مجموعه نباتات خايفه انه يصيبهم الصقيع بدي ادخلهم جوا البيت، ممكن احطهم جوا برنده مقززه ورا الباب سكيورتي. اما انه جوا البيت فجاه بتغير عليهم الجو بتغير عليهم الجو. السجاده معرضه للصقيع؟ في ناس لانه سالوا قبل شوي عن طبعا الموضوع. السجاده من كمان من النباتات المعرضه كثير انها تنصاب بالصقيع، واذا انصابت بالصقيع بصير صعب عليها واحتمال كثير كبير انها تموت. بصير صعب عليها، لهيك هي واحده من النباتات اللي احنا لازم نخبيها خلال فصل الشتاء. السؤال الذي يطرح نفسه يا ميس، بما انك موجوده معنا، وانا بحس انه اكبر رعب للمزارعين حتى يعني للي بينتجوا خضروات وفواكه هو الصقيع. بتعرف حتى وزاره الصحه الزراعه على بكل يعني طاقمها بيحاولوا دائما يشتغلوا على موضوع الصقيع. هل هاي يعني الخطوات البسيطه بتشبه برضه اجراءات المزارعين؟ اكيد اكيد طبعا. هلا في المزارعين بيعملوا على بناء البيوت البلاستيكيه، حتى البيوت بكتروها اكثر حتى البيوت البلاستيكيه صاروا يحطوا كمان فيها من ماده الجيوتكسل، انها بتحمي اكثر وبتعطي دفى اكثر وبتحمي النباتات من الحشرات اذا كان في حشرات. هلا بالنسبه للمزارع الكبيره او الاراضي الكبيره، مجرد ما عرفوا انه في موجه صقيع يفضل انهم يشغلوا المي على النباتات، يسقوا نباتاتهم. هلا احنا بنحكي قبل بوقت بالضبط، هلا احنا بنحكي مثلا الليله في صقيع، الليله يسقوا نباتاتهم، لانه مجرد المي ما كانت دوره المي شغاله ما راح يصير في عندي تجمد. مزبوط. فممكن انهم يرجعوا يشربوا. احنا حتى لما مرات من نبرد بنحط ايدينا تحت المي عشان بالضبط. هلا مثلا لما يحكوا في صقيع بيقولوا مثلا انه خلي الحنفيه تنقط، عرفتي؟ هلا مجرد ما كان دوره المي شغاله بدوب الجليد. بالضبط بدوب الجليد. فهاي واحدة من الاساليب اللي بتبعوها المزارعين في الاراضي الزراعيه لحتى ما تتجمد محاصيلهم وما تتجمد قنوات المي. انه الحرق شيء مناسب خصوصا ممكن. مرات في ناس بتحرق عجال بالضبط. هلا ممكن يعني يعطيها شويه دفى او بعطيها شويه البخار، بيعمل زي خلينا نحكي زي ضباب على النباتات، فشوي بيكون ادفى. لكن موضوع المي موضوع شيء كثير مهم، انها تضلها المي شغاله طول موجه الصقيع. هذا بخفف واقل ضرر على البيئه كمان. بالضبط. في الحرايق قد مزعجه بالضبط. فانه دوره المي لما تضلها دوره المي شغاله في قنوات الري بيعمل على عدم تجمدها. ممتاز ممتاز. ان شاء الله يا ربي انه كل المزارعين ربنا بيحفظ مزروعاتهم من الصقيع، لانه انا بعرف قد ايه بيكونوا متوترين قبل اي موجه صقيع، بيكونوا حاطين ايديهم على قلوبهم. الله يحمي مزروعاتهم. بيعمل الصقيع اضرار كبير ان كان على نباتات زينه او ان كان على ست البيت بتنقهر كمان على مزروعاتها من الصقيع. اكيد احنا بنتمنى ان شاء الله انه تمرق هاي الموجات البارده علينا وعلى مزروعاتنا بالخير ان شاء الله يا ميس. شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بألف خير. شكرا جزيلا. فاصل قصير ومن بعده بنرجع لكم نكمل فقراتنا لهذا الصباح.